ان شاء الله الويك اند كان حلو مشاهدينا، وبلشتوا اسبوعكم بطريقه حلوه بطريقه بوزيتيف، وتحسوا حالكم عن جد انه اسبوعكم رائع. ريتا وانا حنترافق سوا بحلقتنا. شو حلو لونها فيها، ميرسي. بحلقه نكست، حلقه كثير حلوه، حلقه سبيسيال كثير، لانه ضيفتنا يعني كل شيء اربع سنين بتطل مره معنا مثل المونديال اذا فينا نقول. بس انه طلتها بتكون سبيسيال از يوجوال، لانه بتدرس خطواتها وبتدرس كل شغله عم بتجرب تقوم فيها وما بتقولها للاخر غير ما تصير. عم بحكي عن ممثله مدربه تمثيل وكمان اذا فيني اقول نجمه بعالم التمثيل، بيتي توتال. اهلا وسهلا فيك. بونسوار. شو اخبارك؟ الحمد لله الحمد لله منيحه. يعني من زمان انا مش بطل مثل المونديال، بس انه ساعه مثل اربع سنين. انت اعترفتي قبل الحلقه مش انا. لا بس انه هي هالاربع سنين يعني صار يلي ما ممكن يتخيلوا اي عقل انسان، فمشان هيك غبت اربع سنين. بس اجمالا الافرج كان كل سنتين اعمل مسرحيه. يعني انت امراه عصاميه اذا فينا نقول، بمطرح معين راح البيت، راحوا المصريات، راحت الدنيا كلها، ضليتك عم بتسابري انت وزوجك وعائلتك يعني كرمال تستمروا، واستمريتي كمان بمسرحك ورجعتي طليتي وصار في شيء اسمه مونوبوز. واو، حتى الاسم ملفت، حتى يعني لما اي حدا بتقولي له مونوبوز عباله يعرف شو معقول يطلع بهيك مسرحيه. يعني انا صرت ناطر ناطر احضرها هالدرجه. خبرينا اكثر عن مونوبوز وليه سميتيها مونوبوز. مونوبوز هي فعليا امرأة بتقرر تاخد بوز لحالها، فمثل مونولوج أو مونودرام، مونو يعني لحالها وبوز. هو ليش قررت أنا سميها هيك؟ لأنه بصراحة بهالأربع سنين يلي مرقنا فيهم حسيت أنه انزويت، يعني مثل كل حدا منا مرقنا بصعوبات وبأشياء، يعني ولا أي إنسان ولا أي عقل بيقدر يتخيلها ويتقبلها. يعني من ثورة للتدهور الاقتصادي للكوفيد للانفجار بيروت، يعني أنا تضررت كتير مباشرة يعني منه، لا يعني بالآخر عندك الفيروس وكل شيء وقف. فبالتالي يلي صار أنه انعزلت، قعدت بهالبيت مثل معظم اللبنانيين، وحسيت حالي انه كل ما حدا يقول لي وين مختفيه وين مختفيه، انه كانه هذا السؤال انه وين مختفيه، يعني انه كانه انا اردت انه اختفي. النجم لازم على طول يطل، لازم يكون متواجد دائما امام الناس باعمال جديده، ولا لازم يختفي اوقات؟ لا لازم، حسب ما انت ما انا بكتب سيرج، يعني بكتب وبعمل اخراج لمسرحياتي، وانا شغفي المسرح وهو خياري الاول يعني. فبالتالي العالم اذا ما بتشوفك على التلفزيون بفكروا انه انت ما عم تشتغل. انا لا، كنت عم اكيد كنت عم بقرا كثير بهالفتره، اجاني شغل برا رحت عملت وجيت. بس المسرح يعني اذا بدك عملت فيلم سينما اخذ ضجه، او روزلي تورون على مفرق طريق. بس المسرح بده وقته، بدك انت كمان لما عم تعمل هالخطوه تعرف انه في استثمار بدك تحطه مادي، لانه كل شيء فيه مخاطر بالمسرح. يعني انت بتعرف اليوم انه اذا البلد صار فيه اي مشكله العالم ما بتظهر من بيتها. فالمسرح مش التلفزيون، مش تورناج بيتوقف، لا هو مكان او صاله انت بتحجزها قبل بسنه، بتبلش تحضر كل شيء. يعني حتى لما بدك تعمل برودكشن معينه انت عم بتفوت بمخاطر. يعني انا كنت بدي بلش وحتى اذا كانت نفسيتك ببعض المطارح مش منيحه ولا ممكن تعمل مسرحيه ولا لا؟ اكيد اكيد، لانه لقلك شو ساج، انا كنت مثلا يعني هيدا هيك اكزامبل صغير، انا كنت حابه بلش قبل العيد، كنت حاجز المسرح قبل العيد. بلشوا احداث غزه، ما بتعرف انه فجاه بتتطور ببلش الحرب بتصير، فبالتالي وقفت اجلت لانه ما كنت قادره ابدا ابدا ماديا اتحمل الخساره يلي تحملتها بال 2020. انا توقفت مسرحيتي كلوار الفرج ب 6 اذار 2020 توقفت. كنت انا من يمكن القليل عم بيعرضوا رغم كل الصعوبات ورغم كل شيء كان عم بيصير، ودهورت الليره وثوره بالشارع، وانا مصره انه بدي اعمل اذا بدك ثورتي على المسرح، انه انا بدي استمر. فبعدين بالاخر بفتكر ما فكرت تفل، ما كنت قادره فل. بس كنت فليت اشتغلت لما اجاني شغل برا بصراحه، فليت اشتغلت يعني دو بروجي 8 اسابيع 8 اسابيع،
كانت صعبه علي وعلى عائلي اكيد انه انا اضطر، بس يعني مثل كل اللبنانيين ما وقف كل شيء بالبلد. يعني ضلينا نحن 3 سنين كلنا من 2020 2019 اخرها ل 2023، هال3 سنين لو فينا نمحيهم نحن من ذاكرتنا كنا محيناهم نحن، بما انه ما قدرنا نخفيهم قلت انا خليني انا اختفي بهالمسرحيه. وهالمره يلي انعزلت ببيتها، يعني بنتي يلي انعزلت ببيتها، ليش ما بستخدم هالفكره انه مره بتقرر عمدا تختفي. وهي اكيد بتكون عم بتمرق بهيدي الفتره سن الياس يلي بيقولوا له المينوبوز للمره، يلي هي بتعيش اوريدي تقلبات كثير. بقى كيف اذا كل شيء حواليها بالبلد عم يتغير وتشقلب وبطل، يعني حتى بطل اذا بدك، اذا بدي اكتب كنت شو ما بدي احط انا فيكسيون، شو ما بدي احط خيال، بيتخطى يعني الواقع كان بيتخطى اي شيء ممكن انت تتخيل. هو كان خيال بحد ذاته، ما هو يعني. فقلت انا خليني اروح على شيء بسيط. مره بتقرر تنعزل، يعني ليك الفكره قد ايه بسيطه. هو اذا بتفوت على تيكي انطوان تيكتينج هي جمله السينابسيس، امراه تقرر ان تختفي عمدا تلتجئ الى منزل جبلي، بس ما بدي، ما فيني فزلك الامور لانه هالقد كانت معقده بحياتنا اليوميه نحن. قدرت تاخديها لمطارح كوميديه مع كل المأساة اللي اكيد صعبه؟ صعبه، ولو كتبت قبل ما كنت قدرت، يعني انا كنت بحاجه لهالبعد، كنت بحاجه انه استوعب ديجا اقوم من مثل كل اللبنانيه نقوم من هيدا الشيء، نستوعب يلي نوع صار نوعا من الحاله، تشوي تاخذ ركول، تقدر هيك شوي تاخذ هالمسافه تتقدر انت ترجع اذا بدك ما رح تبلع الموس مثل ما بيقولوا، تتصالح مع ما رح تنسى، بس بالنهايه بدك تذكرها على طول، تذكرها وبدك. انا بس بقول انه انا رفضت احكي مباشره عن يلي مرقنا فيه، لانه انا يلي مرقنا فيه بفتكر لحاله يعني منه بحاجه حدا يحكي عنه، بس انا حبيت اكتب عن وقع الكونسيكونس عن هيدا الشيء على الاشخاص، على الكوبل، تأثير. على تاثيره، تاثيره شو تاثيره علينا؟ هل يا ترى نحن بعد حدا عنا طبيعي؟ معقول نبكي بالمسرحيات؟ قدرتنا على الاحتمال، قدرتنا على الاحتمال قديه صارت؟ قديش نحن صرنا فراجيل؟ قديه صرنا هالقد فعلا مثل كانوا اخذين فاكسان ضد القصص اللي عم بتصير معنا. تبنجنا صحيح صحيح. مانك خايفه طيب من المسرحيه هلا من الاوضاع ياثروا عليها؟ كان عندي خيارين، يا بصراحه بدفن مسيرتي الفنيه، ولانه اذا هيك كل يوم بتقولي يا بكره بعد بكره يا الله هلا بركي علقت كذا، بدك تاخذي قرار، يما بدي مثل ما كنت كل عمري كنت اعمل اطحش. وانا لكل مسرحيه سير قديش بشي صار لي على السجو، كل مسرحيه في هي يعني فيها مواكبه اذا بدك احداث امنيه او احداث سياسيه او فراغ، هيدا مثلا هلا اللي عم بعيشه مثلا نقول الفراغ الرئاسي، هيدا بال 2015 كنت انا عم بعمل مسرح الجريمه صح، والبلد وما في وطلعت ريحتكم على طول، في احداث عندنا هلا الحمد لله، هيدا الشيء بخليكي كمان انت تستوحي، بوجع كثير، بس انه ما في عندك شوا بهالبلد. معقول نبكي بالمسرحيه ولا بنضحك ولا سخريه اكثر؟ بيضحك كثير الجمهور وبيدمع بلا بلا او ماي جاد، عبالي اعرف هيك كومبينيشن قويه جدا. بنروح لبيكتشر اوف ذا داي. مش بس الاسم ملفت واللي عم بيصير بالمسرحيه، حتى لو ما عرفنا تفاصيلها تشوقنا نعرف كيف بتصير الاحداث، شو اللي حينحكى، كيف بدك تربط القصص ببعضها. بس كمان البوستر تبع المسرحيه واو كثير حلو وكثير غريب، وقررتي حتى انفصام بطريقه اللبس صح، يعني وحتى الدعايه اذا بتشوف الدعايه كمان ما ببين وجهي، يعني بتشوف مره فاتت فتحت شباك كبت التليفون واخذت هيدي البوز، يعني فهي امراه يعني تعبت من حياتها اليوميه
وبتقرر فجأة ترجع تتصالح مع حالها، ترجع تلاقي شبابها صب يعني ترجع تقوم تظهر جهازها انه بالنهاية ترجع تحس انه هي امرأة، بطلت بس حدا إذا بدك عم يمرق بها الفترة هيدي يلي كلنا وثلاث ارباع النسوان يعني قعدنا بالبيوت وصرنا شغل البيت كل الوقت، ويلي كان عنده حدا يقدر يساعده بالبيت بطل عنده القدرة المادية إنه يجيب حدا يساعده. فحسيت إنه مهمة إنه أحكي عن هالشي يلي هو كتير إذا بدك بسيط وكتير نسائي، إنه بالآخر الأم بتحس حالها فجأة هي أم ومطباخة وبتدرس ولكن بالنهاية ما حدا تنسى حالها وما حدا بيسأل عنها فبتصور بتوعيها بدك تعمل الثورة يعني هلا مصرة. لا أتوقف بريك قصير ريتا وأنا بعد البريك فعنا فقرتنا المعتادة شك وهم بعد البريك جانا بعد بريك. أكيد عن جد نقول رمضان كريم وشعنين مباركة لكل المشاهدين يلي عم يحضرونا وصوم مبارك طبعا. بيتي أنت شخص مؤمن؟ كتير أكيد أنا ما بفوت على المسرح قبل ما صلي. أوف هلا بدي احكي عن هيدي النقطة فيري سون، بس تنحكي سريعا بس قبل ما نرجع على المسرحية كمان، ذا أوفيس وبساتين عرب ستان، قد ايه كانت التجربة حلوة مع الام بي سي وبالمملكة العربية السعودية؟ ايه كثير حلوة، برافو انك عرفت فيها. لا لأنه كمان انتشر هذا الموضوع، انت كنت كمان مدربة تمثيل. انا يعني بصراحة كان كثير حلو انه يتصلوا فيك ويقولوا لك انه عم يعملوا أكبر برودكشن بساتين عرب ستان يعني بالمملكه العربيه السعوديه، وكثير فرحت لانه كان يعني كانت الثقه محطوطه في انه انا روح مرن الممثلين السعوديه والدايركترز هن الاجانب يعني ما بيعرفوا عربي. سو انا بذكر انه اول ميتنج قالوا لي جمله وحده انه نحن السكريبت بالعربي ما بنفهم، نحن عندنا السكريبت بالانجليزي فنحن بدنا نحضرهم بالعربي، يا بدنا نقتنع يا ما رح نقتنع، وهيدا شغلك ومنتركك تعمليه. سو حسيت انه هيك انحط في ثقه كبيره، وهون بشكر طبعا الام بي سي يلي بعتت وراي لهال بروجيين واشتغلت هونيك. بتقولي انت باحدى المقابلات انه السعوديين عندهم تواضع حلو كثير. ليش ذكرتي هالنقطه بالتحديد؟ تواضع ويعني احترام. وبدي لك شغله يا سيرج، بتعرف نحن بلبنان نشتغل ومنعطي لهالبلد ومنضحي ومنتعب، منتعب اكثر من اي فنان بحيالله بلد عربي او اوروبي. ولسوء الحظ ما بتحس انه الدوله بتعطيك يعني بتقدرك على تعبك، يعني كل شيء نحن بنعمله لحالنا. هونيك بصراحه حسيت احترام، يعني مثلا هونيك في عدد ساعات تشتغلون. انا مثلا نحن انا بدي اقولها علنا نحن بلدوزر شغل يعني نحن بلبنان يعني انا التصوير عندي 6 الصبح 6 الصبح 18 ساعه 18، يعني هونيك لا انه وقت اللي شافوا انه انا راديو هالقد انه صاروا انه لا مش هالقد مع يعطيك العافيه انه معليه مثلا 8 ساعات 8 ساعات بكفي. انه بعدين اكتشفت انه مزبوط انه نحن تعودنا على هالقد دعك لانه نحن ببلد كثير بنشقى وبنشتغل 100 شغله لنقدر نعيش. هونيك لا، الفنان محترم في اوقات معينه، في اوقات للرياحه 8 ساعات اتس مور ذان انف، عرفت؟ ايه طبعا بتتدمري لما ترجع على لبنان وبتشوفي انه اف تدمرت انا ترجع على الشغل كل شيء لا بس بقول يا ريت مضطرية ما تتدمري يعني ايه بس عن جد كثير في احترام، كثير في رقي بالتعامل، اقل التفاصيل يعني ما بتلاقيه يعني هون ما كثير بصراحه. يعني انا بحكي يعني بشارك الانتاج والشغل وهيك قليل تتشوف انه هالقد في تقدير. لا طب بتي ليه ما بتحب السوشيال ميديا؟ ليه دخيلك شو قلبكي هاي؟ مثل لقلك شو انا يعني ايه يعني ضد عقلي حدا اذا اكل وشرب وعمل وعطس وعمل وقام يحكي عن حاله. واجمالا ما بحب احكي عن شغلي، بحب انه شغلي يحكي عني،
بس ما يعني بعمل اللازم انه بتقولي انه المطرقاج كثير بشع انه حلو الشخص يلحقه حسب شغله خلص 100% انه ليكي شو ما عملتي اكبر دعايه هي البوشة اوري اذا العمل ناجح والعالم بتحبه بيوصل. بيظهروا وبيقولوا لاصحابهم ورفقاتهم روحوا حضروا هالمسرحيه. انا ضد عقلي انه كل نهار يجيني مساجات انه يعني بنفر، انا بنفر لما بيجيني هالقد مساجات. صدقيني انا مونوبوز حتى عندي 3000 كونتاكت على تليفوني ما بعثت لهم، اجاك شيء ما اجاك ما يعني ما ببعث، خلص بعمل دعايه بصلي بايدي على وجهي كثير بركز على انه العمل يكون ناجح. الدعايه منها لحالها هي بتمشي بعدين. رح نروح سوا نحن وياكي لفقره بنحبها كثير اسمها وهم. جو. رح نطرح عليك هلا جمال، بدك تقولي لنا اذا ممكن يصيروا يوما ما او هولي وهم بالنسبه لالي. اوكي يلا. اول جمله. برنامج تلفزيوني يحاكي المراه وظروفها. ممكن تقدم برنامج خاصه بالمرأة وظروفها والقصص اللي عم تعاني منهم؟ ايه ما عندي مشكلة. ايه انا اذا يعني انه اذا اكيد في كونتنت لذيذ، اذا في فكرة جديدة، اذا في شيء بقدر ضيفه، ايه ما عندي مشكلة اقدم برنامج. يعني منا وهم، فيها تكون حقيقة. فيها ايه. مسرحية تترجم للغة الفرنسية وتعرض على مسارح باريس. هيدي مش وهم، هيدي عملتها، هيدي صار. يعني ممكن نشوف هلا طالما انه في مونوبوز. طبعا ايه يعني النقل تصير فرنسي وتصير على ستيل الفرنسا. ايه ايه معقوله، لانه انا في مسرحيات عملتها ب دو فيرسيون، يعني فيرسيون فرنساوي لبرا وفيرسيون عربي لهون. وايه يعني اوريدي ديجا انحكى يعني بقصه مونوبوز. منا وهم لانه ديجا صايره. ايه ديجا صايره. وشو بعمل؟ بعمل مثلا بورسنتاج، يعني بضل في شويه لبناني. اكيد. بس بقلب مثلا بتصير 80% فرنساوي 20% لبناني. ممكن تطلع من خلال اعلان لتسويق منتج خاص بالنساء؟ هلا اذا مدفوعة كثير 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 يعني حسب البودجيه بالنهايه. انا ليكي انا ما بقول لا على شيء بالحياه، حسب شو البرودوي، شو الصوره يلي بدي روجها. اذا في ايديا، اذا في فكره لذيذه، اذا في شيء ايه في مسج منه، اذا في مسج، واذا طبعا انه ميديا. انا حدا كثير صريح انه ما حدا بيعمل اعلان اليوم اذا ما في كمان مردود مادي. اكيد انه طبعا أكيد. اكيد. جمله جديده، افتتاح مدرسه لهواة التمثيل جديده لممثله معروفه. معقول تصير شي نهار يصير عندك مدرسه لهواة التمثيل؟ هو كان بروجي عندي يكون عندي محترف لإلي، وكنت عم بشتغل عليه وكنت مصمده هيك شويه بادجت اعمل هيدا الشيء. هو كان بهمني اكثر يكون عندي يعني المكان لإلي اتمرن فيه، وكحتى كبره اعمل يعني مسرحي، يعني كان حلمي. بس سرقوا لنا احلامنا مثل ما سرقوا المصاريات بالبنوك. بس كان حلمي يكون عندي مسرحي الخاص، مدرستي الخاصة. ايه نيفر تو ليت. حملة توعية ضد التنمر على مواقع التواصل الاجتماعي، هيدي أكيد. أنا عندي 4 أولاد وهيدي بعملها بدون شيء، يعني بدون أي مقابل، وما عندي مشكلة. وبالعكس. حلو. رح نروح سوا لفقرة بنحبها كثير، هي فقرة كاتشاب. أسئلة سريعة جدا، بدنا نطلب منك أجوبة سريعة. طب يلا يلا. وترتني يعني زي بلشت توتر على الصوت. طيب يلا جو. أول شيء بتاكلي وبتشربي أول ما توعي؟ مي 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 مي، بشرب لتر مي على الريق وبشرب بعدين النسكافيه. ما أنا عم دعاية يعني. وكعكة كعكة بالنساء. كعكة كعكة على القد يعني. أوكي. عادة بتزهقي أو دايما راسك مشغول؟ بتزهقي؟ وما بزهق، ما بزهق ولا دايما راسك مشغول. دايما. وانا مشكلتي بالنوم انه قد ما بيشتغل راسي كثير بتاخر بالنوم كثير. ولا ممكن تزهقي بالحياه؟ لا ما بزهق. واو فيري نايس. لا ما بزهق. طيب اذا نزل موفي عن حياه سيلين ديون، وكمان نزل بذات الوقت موفي عن حياه جيلو،
اي بتروح بتحضري؟ جينيفر لوباز ولا سيلين ديون؟ لا سيلين ديون اكثر. ايه بتحضري سيلين؟ ايه. شو عبالك تعرفي عن حياتها؟ لا انا بعرف عن حياتها بس انه اثنيناتهم بحترمهم وبحبهم بس مش بتبلش بسيلين. انه ايه يمكن لانه كمان عمرها وخبرتها. ايه. طيب مزبوط انه بيكونوا عم بيحكوا اصحابك بين بعض وفجاه بتقولوا لهم هيدي للمسرحيه رح اخذها؟ اي مزبوط. سراقه يعني فيني اعترف انك سراقه؟ لا فيك تعرف ماني سراقه ابدا. السراق ما بيقولوا انه بده ياخذ بس بيعرفوا صاروا كلهم انه اي اوقات كثير بستوحي وبقول لهم هيدي رح تشوفوها بالمسرحيه الجديده. طيب هديه مش معنويه بتحبيها كثير؟ مش معنويه بحبها كثير. لك صراحه حدا يكتب لي شيء حلو، انا كثير بحب الكتيبه، انا حدا بكتب فالورقه والقلم والكلمه كثير بيعنوا لي. طب واذا كادو؟ ما هم بتقولي كادو اكثر من ورقه وقلم وكذا؟ مش مهم الكادو، المهم النيه يلي ورا الكادو. طيب. انا اكثر هدايا بحبهم تبع الاولاد مثلا الرسم اللي بيرسموا لي هول كلهم بعضهم هيك على البراد و... يعني ما بكب شيء حلوين ذكريات حلوه مثل البيوت. اذا فيك انت كمان بتقولي انه البيوت مهمه عندك لان هي مجموعه ذكريات او سوفينير. اسمك على الهويه ماري برناديت صح؟ صح. صار اسمك الفني بيتي. هم صار. طيب. انا خلقت وسموني بيتي، مش انه هيدا منه اسم فني، من انا وبيبي بيعيطوا لي بيتي. بيتي خلص تمام. لكن بيتي طب اذا هو اسم اصلا غنج شو بغنجوك؟ ما في حدا بغنج بيقول لي بيتي، بس احلى غنج فيك تقول لي اياه بيتي. بيتي؟ ايه لانه بيتي بالعربي بي يا تي يا بيتي. ايه بيتي. بيتي ايه غريب. طيب كلمة بتستفزك؟ كلمة بتستفزني ما بعرف حدا يقول لي ما بعرف. كلمة استفزيتيني انك جاوبتيها. لا انه حدا يقول لي ما بعرف هيك انه كيف انه لازم يعني على طول انه حدا يقول لي جواب. طيب how someone gets your special attention يعني اول شغله بتلفتك يعني الشغله بتلفتك بالشخص اول امبريشن؟ رجال او مرة؟ رجال ومرة. على اذا بدك الرجال بتطلع على الشوز اول شيء، شو لابس الشوز. والمره كمان اجمالا كمان الشوز طبعا يعني الشوز لإلي كثير بيحددوا الذوق. الشوز كم شوز عندك اذا هيك؟ لا ما كثير بس انه لا انا حدا جدا كلاسيكي يعني مالك ادكتد على شريط الشوز هالقصص؟ نو ماني ادكتد على شيء. بلا ادكتد على كم شغله بس على المسرح مثلا ادكتد. ايوه بس انه لا بس انه اجمالا قلت لي شو اول شغله يعني بالشكل بتلفت لي نظري انه اهم شيء الشوز لإلي. طيب قد ايه بتحط علامه على الحس السادس اللي عندك على 10؟ يعني يا 8 يا 9 عندي حساسات كثير قوية. شي مرة رح عند حكيم نفساني؟ لا بس ما عندي مش بلا لا مش لا. يعني هي كانت استاذتي بالجامعة وأنا أخذي كرات بسيكولوجي وإيه قعدت استشرتها كم مرة وإيه مش يعني الحال؟ ايه طبعا تنصحي يعني؟ ايه طبعا بنصح وبنصح يعني حتى اولادي وهيك يعني ما عندنا مشكله ابدا. يعني الحكيم النفساني ضروري خاصه نحن باللي كل بنمرق فيه وشيء كثير مهم يعني اكيد. طيب اي نهار بالاسبوع بترتاحي فيه اكثر شيء؟ هو ما مرتاح يا ريت حتى التنين؟ ما هو التنين مفروض ارتاح. بس السؤال بيقول انه تعبناك اليوم؟ لا ليك لانه مخدوم يعني بصراحه يعني ما بتفهم يعني جينز وطب وجيت ثانك يو. رح نروح نشوف فيديو اذا فينا نقول هيك تهيئه للمسرحيه تبع بيتي مونوبوز ونرجع. شو الملفت بالفيديو ريتا؟ الغنية
شوف لحسين الديك لما بضمك عصدي اخذت الحقوق من استاذ حسين من خيو كمان اتصلت فيه وقالوا لي انه فيني استعمل هيدي الغنيه بالمسرحيه. هلا تنمري عليا هلا انا انتوا لازم تحضروا المسرحيه تتعرفوا كيف عم بستعملها وانا اعرف فسخه من حسين ما راح بس بس مثل ما شفت السالو فينال على هالغنيه يعني هلا في اكيد غير اغاني ايه اكيد بس انه ملفت هذا الموضوع يعني طبعا. عم بتخيل حسب كلمات الغنيه لما بضمك على صديري شو بحس الدنيا صغيره ايه طبعا يعني بالمسرحيه انا لا ماني لحالي في شخصيه ثانيه بيلعبها الدكتور جاك مخبط فهي هالمرة لما بتقرر تلتجئ لهالبيت الجبلي وتقطع كل شيء بيربطها بالخارج وبتسكر تليفونها رح تلتقى بشخص ما رح أقول كيف وليش ومين بس هيدا الشخص بتلتقى فيه وبتبلش علاقة بيناتهم كمان ما رح أفضح شو هي ولا إذا فهمت أكثر من ما رح أفضح ما قلت ما بعرف ما رح أفضح ما استفزيت أمدا رح نتوقف بريك قصير وراجعين مع بيتي طاطا وريتا وأنا don't go away واو من اجمل الاغاني جان اكيد بعد البريك تحيه لكل المشاهدين اللي بلشوا يتابعونا من هيدي اللحظات ريتا وانا اكيد عم ترافق اكيد مع ضيفتنا بيتي طاطا بهالحلقه الحلوه بيتي بتحبي تعزمي ولا تنعزمي اكثر؟ لوين؟ على العشاء انا كثير بحب اطبخ كثير بحب اعزم وبحب العشوات الصغيره بالبيت ما بحبهم هول العزايم هيك كثير لدو اكيد اخر فقره ببرنامجنا يعني المره انت بدك تعزمي رح نشوف مين رح تعزمي بفقره التوب 5 مين بدي اعزم اي طبعا من بين هالعشر اسامي اللي رح نقول لك اياهم هلا بدك تختاري بس خمسه تعزميهم على العشاء. اوكي. يعني اكثر شيء مشتقت لهم. اكثر شيء مشتقت لهم؟ 100% اوكي. يلبقوا مع بعض كمان. سينتيا كرم، ميشيل ازي، جراتاون، نغم ابو شديد، رولا بقسماطي، جوليا قصار، جاك مخباط، هيلدا خليفه، ياسمينة زيتون، وجابرييل يمي. لا كلهم بحبهم وكلهم بحرفهم وكلهم يعني شو بدي اقول لك هلا هيدي مشكله عملتوا ليها ازمه لا بس اكثر شيء يعني هلا على بالك تقعدي معه يعني ميشيل حضر المسرحيه رولا بقسماطي حضرتها جاك طبعا عمي مازل يعني شفتهم تبلك رح تهين انا رح نقي الاشخاص كمان كلهم شغله معهم مشكله كله مشكله كبيره هلا بدك تعمل لي ازمه اي لاف ازمات طيب جاك بدي اعزمه على العشاء اي بس جاك على طول بتشوفيه اي معلي بس هو بالمسرحيه اسمه ابو خالد وبس تحضروا المسرحيه بتفهموا ليش انا بدي اعزمه على العشاء هو عادتها ما بيعزم لا بلا بس هو لانه له علاقه بالطبخ بالمسرحيه اوكي بعزم جاك اكيد جوليا لانه اشتقت لها كثير وهي هلا كانت عندها شغل وهلا بدها تيجي تحضر مسرحيتي ناطره منها اي متى بدها تجي كان جاك وجوليا وجوليا ما عندك ثلاث اشخاص سينتيا سينتيا كمان كانت تلميذتي سينتيا بستار اكاديمي وبالجامعه اللبنانيه اعطيتها سمينار واشتغلنا سوا فيلم على مفرق طريق انا وجوليا وسينتيا كنا بفيلم على مفرق طريق سوا كنتوا رهبات بوقتها كنا رهبات اي والقداسة حلوة لا نرجع نجتمع تنصلي سوا اوكي بعزم ميشيل لانه كان بالمسرح من يومين واجا وبوسني وسلم علي وقال لي متى بدنا نتعشى وقال لي متى بدنا نقعد فبعزمه اكيد ميشيل قزير بحق لي بشخص كمان بعد هلا رولا بقسماطي كمان حضرت المسرحيه وهنتني كثير وبحبها كثير ونغم جاي تحضر قريبا وجريتا جاي تحضر كمان قريبا فما بعرف ياسمينة زيتون وهي ياسمينة زيتون ما بعرفها بس هي بدك تقبل تجي مع كل هالجمال لا انت فيك تجرب حظك فيني تجي بتحضر المسرحيه كمان وهيلدا حبيبتي اشتقت لها كمان بستار اكاديمي مضطره وحده والله حرام هوليك بيموتوا من الجوع اخر لا بعثت لي هم ثاني نهار بتعزميهم بعزمهم بس هلا اكثر شخص على بالك شوفيه جابرييل يمين ما ننسى لا ما بنسى لجابي اكيد اكثر حدا على بالي شوفه هلا فيري سون هلا يكون معك على الطاوله اللي بتلبق مع سينتيا وجوليا قصار وجاك مخباط وميشيل ازي مين بيلبق لهم بعد؟
بركي نخم. نخم ابو جديد. واو حلوه الطاوله وانا وريتا موجودين. شو رح تعملي؟ طبعا شو بتكون انت حره؟ انت العازمه. انا عازمه. ايه والله اهين شيء. بيض مقلي وبطاطا مقليه او لا؟ لا مشوي. لا بعمل شو بنشوف. اطيب اكله بتعمليها؟ بعمل كثير اشياء طيبه. اوكي اعطيني وحده. شو بدك؟ اي كوزين؟ كل شيء بطبخ، كل شيء، كبه بالصينيه مغربيه، شو على بالك؟ رائعه رائعه. طيب هذه كانت حلقتنا، بس بنهايه حلقتنا بدنا نقول اكيد اذا بدهم يروحوا يحضروا المسرحيه الحلوه كثير كنا عم نحكي عنها، وصار في 100 لطشه تنعرف التفاصيل، بس يبدو في هيك اخذات وردات وبتتفاجئوا بعده قصص ما بعرف. على كل حال اكيد مسرحيتك بدك تخبرينا لاي متى باقيه واي متى عم تلعبوا المسرحيه؟ نحن بلشنا ب 14 اذار والحمد لله نحن هلا مددنا لشهر نيسان، والاقبال كثير شديد على المسرحيه، فيعني طالما عم يجي الجمهور طالما نحن رح نقدر نمدد. فالبطاقات بجميع فروع مكتبه انطوان، وعلى فكره في 5 اسعار يعني لمتناول الجميع، الكل عم بيجي، وعم يجيني كثير جروبات مدارس وجامعات وتلاميذ وكبار وصغار وعيال، انا كثير بصر على هالفكره هيدي. ومسرحيه 3-4 بتكون ضمانات لمؤسسات خيريه، خميس جمعه سبت احد جيشي. فطبعا الجمعه العظيمه ما رح العب، ولكن نحن هلا مستمرين، وانا ناطره الجمهور اذا عباله يضحك وينبسط ويقضي ساعه ونص من الوقت بمسرحيه عن جد مكتوبه من القلب للقلب. اهلا وسهلا فيك. مونوباز اكيد ليبري انطوان اكيد تيكتينج اونلاين تيكتينج كمان. شكرا لك بتي توتن. شكرا لك كثير، واكيد نحن رح نروح نحضرك قريبا. ميرسي كثير. ميرسي. بدنا نشكر بشكل كثير كبير ابول على ستيل الرائع، ابو ماتريكس اي لاف يو كثير، وكمان هشام حداد حداد باربرشوب على تصفيف الشعر. انت رفضت يكون في اي سبونسر بالمسرحيه؟ مش رفضت، ما في سبونسر. هو ما في. لا في سبونسر، في اشخاص عم بيساعدوني اكيد خدمات. يعني هون بشكر كل السبونسر، بس تعرف هلا ماديا فعليا مثل قبل ما بقى حدا يعطيك. هلا قبل مين كان يعطي؟ البنوك. انا لو عارفه انه هن بدهم ياخذوا لنا مصاريات ما كنت انا انتجت. فيري نايس. طيب بدي اكيد ادعيكم بكره تتحضروا حلقه حلوه كثير ريتا وانا، فيها المراتب الخمسه الاولى للاغاني بالعالم العربي، واكيد اخبار عديده. بدي وجه تحيه لمعجبه بتحبنا كثير ودائما بتتابعنا وين ما كان، اسمها ساره خوري. وي لاف يو ساره، ودايما احضرينا. باي باي. I love you.